وبينضم لنا برضه هاتفيا الدكتور احمد ابو يزيد ابو اليزيد استاذ الاقتصاد الزراعي. ايضا بنرحب بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا انا عارف احنا وصلنا مع دكتور جمال للصناعه، بس انا عايز اعود تاني لتحسين جوده البذور. لايه اللي الدوله عملته عشان برضه تشجع المزارع؟ الندوات الترشيديه او الارشاديه اللي كنا بنسمع عنها للمزارعين، هل هي فعلا كانت بتساعد ان تغير ليهم وتقنعهم بفكره الاسعار برضو، وان هنرجع ناخد منكم بالاسعار اللي بتلقى نفس الرواج او اللي بتبقى في العالم كله؟ يعني ده مع تحسين جوده البذور، عايزين حضرتك توضح لنا اكتر هذا الموضوع. يعني حضرتك يعني زي ما ذكرت في التقرير الكريم وذكر استاذنا الدكتور جمال صيام، احنا بنتكلم على يعني بدايه، يعني احنا شايفين نهضه باهتمام الدوله بالاصناف المحليه بتاعتها، وده ظهر من خلال اهتمام الدوله بالمشروع القومي لانتاج التقاوي. اصل الموضوع ان حدث من خلال وزاره الزراعه واصلاح الاراضي والمعهد بحوث القطن، ان بدا يبقى في اهتمام باستنباط اصناف اللي خاصه بالقطن المصري عاليه الجوده والانتاج اللي هو القطن طويل الكيله، والحصول على تقاوي منتقاه وتجنب كل ما كان يؤثر على حدوث خلطه القطن. وبالتالي اصبح هناك انتاجيه لقطن عالي الجوده، وهذا القطن العالي الجوده ده عليه طلب عالمي. واللي ساعد برضه في المنظومه ان الدوله انتهجت زي ما اتكلم استاذنا الدكتور جمال صيام من شويه، احنا في مصر دلوقتي عشان نبقى عارفين اصبح هناك اعاده هيكله لمصانع الغزل والنسيج اللي كانت في المحله، اللي انشئ اكبر مصانع للغزل والنسيج يمكن على مستوى العالم، موجوده دلوقتي حاليا على مساحه 62,000 متر مربع بالتعاون مع وزاره قطاع الاعمال ووزاره الزراعه ووزاره الصناعه، واستخدموا احدث معدات الالات اللي هي الغازول، لان احنا كان عندنا مشكله ان معظم المصانع كانت بتلجا الى تستسهل وتستورد القطن قصير الكيله. لكن اصبح النهارده اعاده الهيكله. طب دكتور معلش، عشان الحته دي الحته التنافسيه، واحنا كنا سامعين يعني بعض الدول اللي بقت مشهوره، الهند، باكستان، الدول دي بتدخل اللي هو المتوسط التيلة، أو بتعمل حتى مش المتوسط كزراعة، هم بيدخلوا البذرة بتاعت القصير مع الطويل عشان يخرجوا إنتاجية. هل ده في السوق كطلب برضو؟ يعني عشان نبقى دارسين منافسنا. أي هو إيه طبعا اتفضل. يحصل مشاكل ويمكن اتعمل عليها قضايا، كان في بعض الدول بيشتري فاتورة قطن طويل التيلة من مصر وياخد كميات صغيرة، ويبدا بالكميات الصغيره دي يحصل عنده خلط بقى في دولته وبتاع، ويقول ده انا بنتج منتج مصر. والكلام ده طبعا بدا يكتشف عليه من طريق طبعا التقنيات الحديثه اللي خاصه بالكشف عن طريق الدي ان ايه والار ان ايه، اللي بتعرف اصل القطن ده ومنشاه، هل هو قطن طويل الكيله ولا مصري لا، او من الاختبارات اللي بتجرى عليه. لكن انا عاوز اقول ان القطن المصري طويل الكيله عليه اقبال عالمي وباسعار غاليه جدا. فمصر عشان تستعيد العرش بتاع القطن او الذهب الابيض ده، بدات ان هي بدل ما احنا ننتهج سياسه ان احنا نصدر قطن طويل القطن خام ما عليهوش قيمه مضافه، فاتعمل مجمع الصناعات الكبير اللي احنا شفناه في المحله دوت، اللي هو بينتج الغازول بتاع القطن طويل التيله وفائق الطول ويغزله، ولو احنا هنصدر نصدر غزل ما نصدرش قطن خام، يبقى كده بنحافظ على سمعه القطن المصري من الخلط. وفي نفس الوقت بدات الدوله تهتم بسياسه وضع تشريعات وقوانين، هذه التشريعات تساهم في اعاده احياء القطن المصري، وذلك من خلال تعديل بعض الاحكام، لان احنا كان عندنا حاجه يعني انا هقولها كده يمكن بعض المشاهدين ما يعرفوش يعني ايه معناها، لكن انا هشرحها. كان في حاجه اسمها الدواليب بتاعت حلق القطن. يعني كان الناس بتجمع القطن وتوديه لدواليب اهليه في بعض الفترات، وهم اللي بيعملوا ايه الحلق ويفصلوا البذره عشان تخش في صناعه الايه الزيت والعصير، او تخش بيحصل خلط منها في بعض التقاوي دي لبعض اصناف القطن.
فالنهارده اصبح تجريم، يعني في قانون وتشريعات، يبقى اسف القصه دي كده متتابع العايم، واي حد ياخد شويه قطن يدخلهم في دواليب حلق خاصه، بقى في هناك دواليب مرخصه، يعني هي اللي يتم فيها حلق القطن، بمعنى فصل الغزل عن البذره. وده بيسبب ان احنا نبدا نهتم بعدم الخلط للبذور، وبالتالي نقدر نعمل برامج التهجين والتربيه بتاعه القطن بدون ان يحدث خلط في الايه؟ في البذره. تمام. انا عايز اروح برضو من الحته دي معلش يا دكتور لبقى اساليب الزراعه الحديثه واساليب الري الحديث واللي احنا بنستخدمه واللي مصر بتتحول بيه في رؤيه مصر 2030 وفكره التطور اللي حاصل للمزارع المصري، وان احنا دخلنا الرقمنه في حاجات كتير، يعني هذا التحول ايضا في وسائل الزراعه. وطبعا زي ما حضرتك تفضلت ان التحديث بيتم دلوقتي في القطن بالذات، ان نمره واحد في اليات النواه اللي هي التقاوي. ان ما حدش بيستخدم التقاوي الا اذا كان التقاوي معتمده بناء على الخريطه النسبيه، يعني منطقه وجه ابني بيختلف فيها نوعيه البذور والتقاوي والاصناف عن اللي بتزرع في منطقه وسط الدلتا او في منطقه وجه بحر. نمره اثنين الجمع بتاع القطان، يعني جمع القطن اللوزه بتاعه القطن والمعاملات الزراعيه اللي بتتم عشان تجمع اللوزه، اتباع الاليات الحديثه بدايه دخول عماله مدربه. يعني احنا كنا لسه في مشروع في وزاره الزراعه عاملينه على فكره بالتعاون مع يعني المركز القومي للمراه. المشروع ده كان بيهدف حاجه اسمها الرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات ده كان بيتعمل مع المجلس القومي للمراه عشان يبقى عندي ناس ريفيات بيشرفوا على انتاج القطن. انت هتعرف ان انتاج القطن بعض المناطق بيتم فيها الجمع يدوي. الجمع يدوي محتاج اساليب معينه وظروف معينه، فبرضه بنبدا نعمل تدريب عالي جدا ودقيق للعماله الفنيه اللي هي في الريف اللي هي بتجمع القطن. في نفس الوقت طبعا بنراعي السلامه بتاعتهم والسلامه والصحه بتاعتهم اثناء الجمع، وان اثناء الجمع ما يبقاش في شوائب في القطن، لان الشوائب دي ممكن تسبب نوع من العيوب، العيب في القطن اثناء الجمع. في نفس الوقت برضو التوجه الى الحصاد الالي. يعني احنا عاملين مشروع دلوقتي برضو ان احنا بنجرب الحصاد الالي عشان نقلل من الخطا البشري ونحافظ بقدر الامكان ما يبقاش عندي هادر اثناء جمع القطن. كل الكلام ده بيتم بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل من خلال معهد بحوث القطن في مركز البحوث الزراعيه، مع مجلس محاصيل الاقطان، مع التعاون مع برضو في وزاره الزراعه وقطاع الاعمال خلال قطاع الاعمال. احنا بنتمنى ان كل الجهود دي ان شاء الله تكلل بان احنا نتكلم بقى مع حضرتك السنه الجايه، نقول لما بقينا نص مليون فدان، ولما وصلنا للمليون فدان، ولما وصلنا للتصنيع والتصدير ان شاء الله باذن الله، ده اللي بنتمناه. بنشكرك طبعا على وجودك معانا وعلى كل هذه المعلومات الدكتور احمد ابو اليزيد استاذ الاقتصاد الزراعي.